عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في زيارة خاطفة إلى مزرعة السعيد الحنطوبي في دبا. هاي المزرعة مشهورة باللوز، وأنا صراحة لا أخفي عليكم عشقي وجنوني لهذه الشجرة الجميلة اللي أنتظرها وأتحمل حرارة الصيف من أجل اللوز والهبة. ولكن اللوز أنا عندي شيء خرافي بالنسبة لي، لا يمكن أستغنى عن اللوز. قلت لازم أزور هاي المزرعة، والحين رايح إن شاء الله في هذا الطريق يدبر رأس الخيمة إلى دبا. إن شاء الله نشوف المزرعة ونتعرف على الأشياء الموجودة فيها. اللي سمعته من سعيد انها ما شاء الله كل شيء في المزرعة للبيع، شتلات وزراعة ولوز وكل شيء للبيع، مجتهد فيها مثل ما شفت في الصور. وريال طيب، ريال سعيد، ريال خير، عندنا ناس عرب واكرام، ريال حشيم يستاهل الدعم. قلنا بنصور له جمال المزرعة الجميل، ومال اللوز في كل مكان. الجيره يشيخ فيها اللوز، لانها على البحر، بالذات المناطق اللي على البحر يشيخ فيها اللوز. اللوز يحب المكان اللي فيه ملوحه ورطوبه عاليه. اللوز يطلع بشكل خرافي فيها. اهم شيء انك تختار اللوز الجيد، نوعيه حلوه. على الشارع اللي بعد ودينا على ضد نكمل سيده، شارع سيدة طريقنا اللي ضدنا، وبتينا شرم، بعدين بتينا البدية. البدية 24 كيلو عن البدية، شارع جميل هذا يودي على الفنادق، يودي على الريس. بعدين بينا العنوان النفق، آخر واحد الأدرس. هذه منطقة الفقيت، احنا كنا نيه في الثمانينات. انا دي صور جميلة على البحر، لين الحين نتذكر هاي المنطقة ما نقدر ننساها، لان سنين من هذا كان ما موجود ابدا، ما في كان شيء لا فنادق ولا في شيء، حتى شير البحر. هذه الحصة هناك تشوفونها، صالة في البحر، كنا هناك مرة. الحين عاد قامت المشاريع وقامت الدنيا، المزرعة هذه كانت موجودة. نعم، سووني فندق ميراج باب البحر. تغيرت الفجيرة، تغيرت في خلال 15 سنة الفجيرة ما بيها الأولية، فعلا 90 درجة تغيرت في 15 إلى 20 سنة. فعلاً تغيرت، هي جميلة أول بطبيعتها، واليوم زادت عليها المباني والعمران والفنادق والخدمات اللي كنا نفتقدها قبل، الحين موجودة. كل شيء فيها بضاعة، محلات، كل شيء، تراكات هناك موجودة، خيام العالم تخيب. يطيب أهلها الفجيرة، نعم والله يطيب أهلها، ويا كرمها أكرام وحشام وناس طيب وعرب. إذا لفيت عليهم إنك فعلا نيت، طحت واقف في الشوفة، وإذا شافوك في أي مكان ما يعرفونك يجربوا بك بيوتهم بالموجود، بالموجود يقولك تعال. شو تبقى تغدى عقب روح، ناس فعلا اكرام وحشام. هل فجيرة عزوة ومحزم، واحد يتحزم به. نعم تحزم بهم هل فجيرة. والامارات كلها الحمد لله فيها الخير ولله الحمد، كلها للامارات. من السلع للفجيرة هل الامارات واحد ما يتغير، الله لا يغير علينا ان شاء الله. ايامنا نحن منو قال ان بتستوي بنايات في هاي البقعه؟
روس ليبال. قامت الدليل. الله يعز الإمارات وشيوخها وحكامها والقائمين عليها. طبعا الحين بناخذ يمين بعدين في فنادق في مشاريع قايمة تكون فنادق غيرها بتكون الخدمات كلها موجودة. زمان أيامنا ما كانت أبدا نشوفه. ما شاء الله ما شاء الله هذا مطعم سوينا على شكل متحف قريب المتحف. طبعا هذا المتحف فوق هذا المتحف الجير فوق اليوم تبعي المتحف. هاي الفنادق اللي موجودة كلها هذا ميرديان موجود. الحين هذه هي مدينة العقا. هذه العقا هني هاي الشاليهات اللي تحت هذاك رويال ميرديان فوق محلات متواضعة. هاي قرية تعتبر البداية من القرى التابعة لإمارة فجيرة. شارع ما شاء الله رقم واحد عالمي. شوارع مرتبة إنارة كل شيء فيها كل شيء تغير. الحياة تغيرت في الفجيرة الإمارات الباقية كلها أيضا. وين قبل وين البدية 7 كيلو باقلنا 7 كيلو ونوصل مزرعة أخونا سعيد بإذن الله. وهذه اللي بعد كلها زراعة ما شاء الله. عندنا الشاليهات هني موجودة وهذه جديدة بعدها. وهذا المدخل اللي يدخل كذا تدرس اللي هو حق الشقق الابارتمنت هني والفندق من الجهة الثانية. تغير إشارة تفتح إشارة إلكترونية بالرقم الإلكتروني أسهل شيء ما تضيج. تعرف كم باقل لك كم لك وكم عليك. وهذا فندق دانا في شقق وفي فلل. وهي الجهة هذه بس هاي الفلل كلها تابع للدانة. وهذا بعدين مشروع ثاني بيسوون فيه فندق. من بعد ما نعد الدوار هذه تكون بداية البدية. هاي المنطقة كلها تعتبر حين البدية. وهذه البدية هاي الفتحة من هنا تخلي مني تودينا على المزرعة إن شاء الله. مقبرة الله يرحمهم محمد روحهم الجنة يا رب العالمين. هذه ما شاء الله المزرعة بداية تول مايين هني. الصرم هذا هو الصرم يقول إني يجيبه من كل مكان. أحلى الصرم يجيبه هني وينبتن ويعدلهن ويبيعهن شيء من العين شيء من الغربية من كل مكان يجيبه. هذا هو هذا رغمة بعد ما شاء الله حاط رغمة براح سعيد نشوان الحنطوبية. هذا سعيد الحنطوبية من إمارة الفجيرة. السلام عليكم. السلام عليكم. هذه العمالة هذا الصرم اللي يبه صرم بأنواعه النجش كل شيء موجود ما شاء الله تبارك الرحمن كل شيء عنده للبيع. هذه العمالة ما شاء الله عمال ودودين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال؟ الحمد لله. وهذه المزرعة تبارك الرحمن دخلناها بدايتها. هذا واحد من العمال بعد هني. شوفي هني عندك كل اللوز ولا كل شيء فيه؟ كل شيء فيه. كل شيء فيه ها؟ هذا اللوز هني أول ما لقينا لوز فوي هنا. وهذه بعد لوز هني ما شاء الله. الظاهر إن موضوع اللوز هني عامر وشايخ عنده لأن البحر قريب عليه. فأكيد اللوز يحب الرطوبة العالية وبالذات رطوبة البحر اللي فيها بلوحة.
مسوي حتى محمي الصرم كل أنواع موجودة ما شاء الله تبارك الرحمن لقرمان لومي كل شيء عنده ها بابا يا سلام شيء زارعنا وشيء للبيع وشيء مصرم كل ما مخلي بقى مكان فاضي ما بزارع فيه برج البرج دائما أول الأوليين شواب يقولون كذا ما زرعت عند البحر زرع لك عند البرجة ولا سو لك برجة جدا اللوز لأن اللوز يحب الرطوبة العالية وهذا حاط لي حتى عن الذباب الفاكهة هاي لهلك الخلق عن الديدان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن مزرعة سعيد للوز هاي بسميها مزرعة اللوز هاي ما شاء الله البباية هني نخال لوز الموز الورد كله موجود كل ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن لوز كل أصنافه إن شاء الله المانجا موجود وهاي الشتلات نبي ناخذ لنا شتلات زينة من عنده هاي اللوزة هاي القصة طبعا اللي يلقطون فيها اللوز وهاي بعد اللي لوزة ما شاء الله تبارك الرحمن هناك بعد شو عندنا خلطة باباي يا سلام شيء عدل ما شاء الله المزرعة عودة كم بتغطي فيها ما بتقدر كلها لوز اكثرها لوز 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 ما شاء الله اكثرها لوز كل شيء فيها الريال كلمته قال لي اي حد يبي اي شيء معاه فاتورته شيء مضمون ابدا ما في حاجه يعني فيها لف ودوران ريال واضح ريال معروف بيعنا من زمان عرفنا الريال نسمع عنه كنا في تعرفنا عليه وفعلا ريال نشمي الله يبارك له في حلاله يا رب العالمين الله يبارك له كل واحد بيجتهد يا ابويا بيحصل النتائج الطيبه اللي تسر الخاطر الواحد بس يشتغل صح وخلاص وهذا ما شاء الله هاللوز القوي هذا اللي الواحد ينبسط له وهذا هني بعد ما مر بداية هني ما شاء الله الموز والباباي كله موجود عنده كل شبر زارع لوز ما في ان شاء الله يعني السنة الجاية هني بعد ما في اللي بيجي ويبيع اللوز طبعا الكيلو 50 درهم يا بلاش انا طعمت والله طعمت من شيء شيء صراحة ما شاء الله جميل طعمت شيء حلو عنده وهذه بعدين عند السدر نبت حق الشتاء حق الشتاء موز يا الله هذه لو تنجل حبي واشتري هذه أبرك لي لقنا ما تمزرع ما تبطل هاد تبطلت تموت كيف كيف هذا صغير 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 هذا اسكندراني اللي هو اسكندراني هذا شوية أحمر شوية أصفر شوية أحمر شوية أصفر وهذا هذا اسكندراني اسكندراني هذا أحمر هذا شوية أصفر لا ما يجي أحمر أصفر هذه ورقة ماله أصفر هذا ورقة أصفر هذا كامل أصفر هيك إيه هذا زين وهذا أصفر هيك لا بادي هذا تطعيم وين تطعيم هذا كله تطعيم كله تطعيم هني هذا تطعيم هذا كله تطعيم وين التطعيم تحت حاطنا هذا تطعيم إيه ما شاء الله طعام هذا ما في تطعيم هني هذا محلي هذا محلي ها وهذا هذا محلي هذا تطعيم عادي عادي شو لونها هذه اصفر ولا هذا اصفر هاي صفراء هذا احمر لا هذه احمر احمر داخل اصفر يجي داخل اصفر ايه داخل احمر ايه هذه هي المتعه الحقيقيه شوف
متعة الحقيقية متعة. تعالي مثل هذه ها، شوف الغاوية هذه ها وتنتف فين ظاهرة، تحط هنا. هذه جمالية اللوز، لوز يوم تبع تاكله كله من الشيرة هسه. هتشوفوا هذه ها، شوف الشرات الخضراء ذكرنا هي، خليها شوية يعني إذا حركيت شوية زيادة ما طاحت معناته أنها بعدها مبالغة، البالغة من الدقها تطيح مرة ما تأخذ يديك مثل ما يقولون غلوة. بعدين يجيبون اللوز هني ويحطونه على الميزان ويزنونك كم تبى يعطونك، يعني ما شاء الله شيء مرتب. وهذا الطريق اللي يبنى عليه المزرعة، والطريق شوية طبعا متعب نوعا ما لأنه جاي بين المزارع وورا البيوت، يعني اللي بي لازم يدخل بين البيوت أول في فرجان. أحط لكم أنا حتى الموقع مال بالضبط الخارطة الطريق والوصول إلى المزرعة. طريقي وأنا راجع مريت على دبل مني صوب دبل جيرة، بعد عندهم السوق هذا يبيعون فيه فواكه وخضرة مثل سوق الجمعة. أمر أنت بشوف عندهم هذا ثاني واحد يجيب لي أبطل وأجرب ألقاهم بحلو. هاي المشكلة اللي يلقطون اللوز اللي ما يفهمون فيه بس عشان التجارة، بس في شيء من اللوز فعلا ما يقنعك أصلا من تشوفه من شكله يبين، شيء من اللوز من شكله حلو لكن لازم تجرب وتشوف اللوز الغاوي. لهذا أنا دائما أحب أني أخذ اللوز من الشير اللي أنا أعرف من وين وين مصدرها، لأن اللوز اللي في الشوارع يقطعونه الأخوان البنغال يبيعونه في السوق هذا كله تجاري، ويقطعون أي لوز أخضر أحمر أزرق يقطعونه يجمعونه وحطه في كيس وباعه وقال لك هذا لوز. ما بكل اللوز لوز، في لوز ما أبدا ما ينتكل علقم، شيء من اللوز سكري، واحد لازم يعرف يتحرم وين يأخذ اللوز الحلو. قديما الفجيرة تسمى بأرض عمالقة البحار، واستوطنها الشرقيين الذين اشتهروا بالشجاعة والصلابة وقوة الغلب وأيضا الطيبة والكرم، وهي الإمارة الوحيدة في دولة الإمارات التي لا تطل على بحر الخليج وتبعد تقريبا حوالي 70 كيلو من بحر عمان. طبعا إمارة الفجيرة هي الوحيدة في دولة الإمارات اللي تقع على الساحل الشرقي بمساحة تبلغ 1450 كيلو متر مربع، وهي خامس إمارة من حيث المساحة. عام 2011 تم افتتاح الشارع السريع، شارع الشيخ خليفة طيب الله ثراه،
كل الخدمات اللي يحتاجها السائح. طبعا الفجيرة عدد سكانها حوالي 65,000 نسمة، وعلى مساحتها يعني ايضا تحتاج زيادة عددية في الناس، لانه ما شاء الله مساحتها ليست مساحة بسيطة، واغلب مساحة الفجيرة تقريبا كلها جبال، لان سلسلة جبال تحدها من جميع الاطراف، ولهذا الناس اليوم تحدم هذه الجبال وايضا متعبد الشوارع لبناء مدن جديدة للاجيال القادمة. Yeah.